بس بهذا التمرين، بس بهذا التمرين انا بضمن لك انك تتعلم المهارات الستة بالانجليزية، مش عشان تقدم امتحان وعشان تقول انا جبت ايل او توفل ومش نو علشان تقدر تحكي وتفهم، ومش بس هيك تعرف الترجم، مش ترجمة حرفية، ترجمة صحيحة. ايش هي طريقة التدريب؟ تعال نشوف ايش القصة. حبايب قلبي سود سبيد، اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. معتذر مثل ما انتم عارفين عندي خربوشه صغنونه هنا، ولكن الحمد لله انا بخير. ان نحمل اليوم التمرين اللي كلكم بتحبوه، راح ادخل مباشره بالموضوع عشان الناس اللي تعليقاتها سخيفه. الموضوع اليوم مثل ما احنا متعودين خمسه اسئله راح نترجمهم مع بعض مثل الاسود، في كميه فائده كتير كبيره بهذا التدريب. انه انا مقتنع مليونين بالميه انه هذا افضل تمرين يدربك على اللغه، تعلم الترجم، تتعلم تحكي كلمات قواعد. يلا نبدا. بدي اياك بعد ما تعطينا لايك للفيديو تقول لي في نهايه الفيديو تكتب لي بتعليق كم سؤال حليت من خمسه، وتقول لي ايش الغلطه اللي غلطتها عشان اقدر اعيد لك وازيد لك في هذا الموضوع لغايه ما يستوعبوا 100%. اتفقنا؟ يلا نشوف. رقم واحد، الجمله ايش بتقول؟ امك بتشوفك احيانا في البيت قاعد بتدور، بقول لك اه على ايش قاعد بتدور؟ اه على شو عم بتدور؟ او بالفصحى على ماذا تبحث؟ ايش يعني قاعد بتدور؟ شايفك هيك؟ ايه كيف بدنا نقول؟ قلنا حالا بدي اترجم اي جمله عشان اترجم صح بسال حالي سؤالين، هل هي سؤال ولا جمله؟ ايش هي سؤال ولا جمله؟ سؤال، خلصت. السؤال الثاني وهو الاهم وهو نص الحل، بسال حالي شو الزمن تبع هذه الجمله او السؤال؟ ايش الزمن تبع الجمله هذه؟ هي قاعده بتسالك انت على ايش قاعد بتدور؟ يعني هي شايفاك قاعد بتدور، يعني ايش الزمن؟ اه برافو عليك، يعني مضارع مستمر، انه قاعد بيصير قدام في المضارع هو مستمر، متفقين؟ طيب تعال نشوف مترجمة الشيء ما ترجمة حرفية. بنقول على ماذا؟ بنقول what، على ايش؟ what، بنقول what، what كابيتال لتر اول حرف، what are you، هذا سؤال كتير مهم، looking for. ايش يعني looking for؟ اخذناها اكثر من مرة مع سبيتا. looking for يعني يبحث لحالها. طيب ما خلصتش، استنى شويه معايا. قلنا بدي اكون سؤال، اول حاجه بحط كلمه السؤال وات، بعدين بحط الفعل المساعد، هناك مش مركز معايا، بعدين بحط الفعل المساعد مباشره بناء على زمن الجمله وعلى الضمير. زمن الجمله مضارع مستمر، المضارع المستمر الضمير المساعد معه ايش؟ اما ام او از او ار حسب الفاعل. مين الفاعل؟ يو. يو ايش بتاخذ؟ تاخذ ار مباشرة. You are وبعدين الفاعل. You are looking for. ليش حطيت ing للفعل؟ سمعني عندي صوتك. آه برافو، لأنه في عندي are. قلنا شرحت لكم إياها، هذه شرحت لكم إياها، قلت الكلمة الفعل لما يجي قبله واحدة من am is are was were، اكتب لهم إياها محمد بخط كبير، أو has been أو have been أو كلهم منفيين بنات، الفعل بيصير الفعل زائد ing، سواء نات موجودة ولا مش موجودة بنحط الفعل ing. إذا هنا عندي آ حطيت الفعل ing، بوم. بدي إياك تحفظ زي الأسد كلمة على شو بتدور، what are you looking for، على شو بتتفرج، what are you watching، على شو على شو مش عارف. المهم looking for معناتها يبحث، what are you looking for عشو قاعد بتدور، بوم. الان بعدكم قال لي يا استاذ طب انت بتعطيني اسئله انا ما اعرفش كيف اجاوب عليها. تعال شوف كيف بدي البي لك الطلب تبعك. هاي السؤال وهي الاجابه، حط لك اياها في سؤال. كيف انا معاكم زي الشوكولاته. طيب اذا السؤال سالتك امك قالت لك what are you looking for، لانك ترد عليها انت، مزبوط؟ فايش ترد عليها انت؟ بتقولها والله قاعد بدور على شنطتي، بدور على مفتاحي، بدور على كتابي، بدور على حالك ضايع ومشرشر ومش لاقي حتى القميصة تاعك مش لاقيها. فانت شو ترد عليها؟ تقول انا قاعد بدور على كذا. ايش يعني انا بدور على كذا؟ لاحظ انه هل جمله ولا سؤال؟ جمله. ايش الزمن تبعها؟ يا ويلك اذا بتغلط بتبحك. لسه قلنا مضارع مستمر، هيني قاعد بدور يا امي. اذا مضارع مستمر، انا ايش يعني انا؟ اي. إذا مستمر لازم أحط الفعل ing وقبله إيش؟ فعل مساعد. إيش بتاخذ I مع المضارع في المستمر؟ تاخذ am. I am. إيش يعني يبحث؟ look. هل أكتب look لحالها؟ ها؟ برافو عليكم. لازم أحط ing. ليش؟ لأنه قلنا في المضارع المستمر وقبلها am. I am looking إيش؟ تنساش for.
انا ابحث عن، ما تنساش الفور. I am looking for ايش؟ بتحط الكلمة لك اياها، مثلا والله my bag شنطتي، او والله my book، او my key اللي بدك اياه، حط الكلمة اللي بدك اياها. اذا جملة في المضارع المستمر، اخترت الضمير هو الفاعل، حطيت الفعل المساعد تبعه في المضارع المستمر اما ام از ار بناء على الضمير. انا عندي اي تاخذ ام، والفعل looking for حطيت اي ان جي لانه في المضارع المستمر. ممتازين هيك؟ اذا هيك صرت اعلمك انها محادثه، سؤال جواب سؤال جواب. حلوين حلوين. تعال ناخذ سؤال وجواب جديد. بدي كل يجاوبني بتعليق يقول لي قديش جاب من خمسه، بدي الكل يقول لي قديش جاب من خمسه وتقول لي ايش السؤال اللي غلطت فيه عشان اساعدك ما تغلطش فيه. تعال سؤال رقم ثلاثه، هل ذهبت الى العمل بالامس؟ هل ذهبت الى العمل بالامس؟ ايش قلنا؟ نسال حالنا سؤالين، هذه جمله ولا سؤال؟ سؤال. ممتاز. السؤال الثاني بنسال حالنا ايش هو الزمن؟ ايش الزمن تبع الجمله؟ هو قاعد بيسال بقول له هل ذهبت بالامس؟ فيش اسهل من هيك، حضرت لك اياها، يعني في ايش؟ يعني في الماضي البسيط، حلو، ماضي بسيط يعني تصريف ثاني يعني did و didn't، مظبوط؟ تعال نشوف، بيقول لي هل، ايش يعني هل؟ هل يعني سؤال مغلق يعني اجابته نعم او لا، وانا علمتك بفيديو المتبع معايا تقدر تلاقيه في القناه عندي زي الاسد ما بتغلطش، السؤال المغلق بنستعمل ايش؟ الفعل المساعد في اوله، ايش الفعل المساعد للزمن الماضي البسيط؟ برافو عليك، ديد ديد. اذا فهمنا ليش اخترت ديد؟ ديد معناتها هل، ليش اخترت ديد؟ لانه هل في الماضي البسيط هي ديد مع كل الضمائر، بوم. طيب ديد مين الفاعل؟ بسألك انت، ديد يو هل ذهبت؟ ديد يو، ايش احط هون؟ هل احط وينت؟ ايش رايكم احط وينت؟ في هنا على جماعة مصحصحين معايا زي الأسود، قلنا إنه لما ألاقي did أو didn't في الجملة، وحتى كمان do وdon't وdoes وdoesn't، لما هذه تيجي في الجملة حتى لو كانت didn't الفعل بيرجع لأصله، ما بحط went بحط إيش؟ go. ليش؟ لأنه already did بتدل على الماضي، فالفعل بيرجع، الفعل بيرجع لإيش؟ لأصله. إذا did you go when؟ Did you go إلى العمل to أو إلى did you go to work؟ إيش يعني yesterday؟ إيش يعني بالأمس؟ yesterday هيني قلت لك إياها. Yesterday. Did you go to work yesterday؟ Did you go to work yesterday؟ هل أنت ذهب؟ كلمة بتدل على الماضي البسيط. هل في الماضي البسيط هي did مع كل الضمائر؟ ما تنساش ولا بتبحك لما تشوف في الجملة did و didn't و do و don't و does و doesn't، على طول بترجع الفعل لأصله. لكن لو الجملة بدون did وفي الماضي البسيط ايش بحط هان؟ بنقول you went، صح؟ تصريف التاني. طيب تعال نشوف السؤال رقم أربعة اللي هو جواب. لما حد يسأل يقول لك رحت على المدرسة؟ رحت على الشغل؟ بقول له أنا ما رحتش لأني كنت مريض. إذا جواب وسؤال. كمان بدنا نحل السؤال الرابع. ما تنساش إن احنا عندنا كورس راح يبدأ للناس اللي ما قدروش يسجلوا على نون، كورس مكثف. احنا فتحناه للي ما قدرش يسجل على نون يسجل معانا على زوم، ما ضلش وقت لانه الكورس راح يبدا يوم 2/3/2 مارس 2021. الرابط التسجيل بالاسفل بالتعليق وصف هذا الفيديو او بامكانك تتواصل معنا. اتفقنا؟ وشكرا للناس اللي اعطونا لايك للفيديو. اذا الجواب بيقول لا ما رحت لاني كنت مريض. لا ما رحت اني ما رحت للشغل لاني كنت مريض. ايش يعني لا؟ على طول جاوب السؤال هذا، هاي بدي جاوب السؤال هذا هون، ايش جاوبت؟ بقول نو 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 ما رحتش. ليش؟ انا نو ايش يعني لم اذهب؟ اي ايش؟ زي هذه بالضبط بس بدل فيها اي ديد نوت جو. ايش يعني تو ورك؟ نفس الفوق اي ديد نوت جو تو ورك. طبعا هذه كلمتين مش ماسكين بعض. اي ديد نوت جو تو ورك يسترداي. ايش قال لك؟ كمل الجملة، لأنني مريض. because بسبب، حفظتك اياها زي الاسد المفروض انك ما تغلطش فيها. because بسبب، لأني I am sick او ill. انا ما رحتش على الشغل. لاحظ انه في النفي كمان بعد وقعنا القلم، لاحظ انه did اجت هنا did مثبته الفعل رجع لاصله، وهنا didn't برضه الفعل رجع لاصله.
إذا كملت No I didn't go to work yesterday. هو بيقول لي رحت على الشغل امبارح؟ والله لا ما رحت على الشغل امبارح لأني كنت لأني مريض وليس كنت. إذا بدي أقول كنت إيش بقول لو كنت؟ مين بيعرف؟ برافو عليك، بقول because I was sick. ولكن أنا لساتني sick مريض فبقول I am sick صفة وقبلها فعل مساعد. متفقين؟ فعل متفقين؟ تعالوا نشوف السؤال الأخير، ركز معي عشان تعطيني في قد في التعليقات اللي جبت من خمسة. السؤال بيقول أو الجملة بيقول نترجمها، لو سمحت لو سمحت أنا مستعجل أو أنا في عجلة من أمري. هاي بعطيكم تعلموا فصحى معايا كمان، ها شو بدكم أحلى من هيك؟ لو سمحت أنا مستعجل، يعني خلصني أنا مستعجل يا أخي خلصني. كيف بقول؟ شايفين؟ عم حاول أعطيك الجمل اللي كل يوم نستعملها تقريبا في حياتنا، وهذا هو الأساس وهو الأفضل، بل وكذا كسر راسك في جمل عمرك ما حتستعملها. إذا لو سمحت أنا مستعجل يعني خلصني. كيف بقول لو سمحت؟ علي لي صوتك. آه برافو. بليز بليز، هاي بليز تنساش إنه أول حرف كابيتال لتر. المفروض الشاطر شايفني قاعد بكتب على السبورة فيكون يتعلم كيف بيكتب الحروف الإنجليزية بشكل صح. بما إنه عندنا لوحة وقلم حلو رح أحاول أعملكم كمان فيديو كمان مرة نرجع أفرجيك كيف تكتب الحروف بالطريقة الصح وبهالجمال الحلو هذا. طيب نقول لو سمحت أنا، إيش يعني أنا؟ آي. بما انه في عندي صفه اذا بدي استعمل مشتقات الفعل المساعد اللي هو ايش؟ بي. بنقول اي ايش معه الفعل؟ اي ام. ايش يعني مستعجل؟ وهون بتيجي شطاره الترجمه، ما بترجمش ترجمه حرفيه. بالانجليزي ما بنقولش انا مستعجل، بنقول انا في عجله من امري، واللي هي اصلا اللغه العربيه الفصحى. فانا بقول اي ام ان، اي ام ان ايش؟ مين بيعرف؟ برافو عليك. اي ام ان ا هاري. ايش يعني I am in a hurry؟ يعني انا في عجلة من امري. واحد بقولك اوه hurry up فعل يعني استعجل. hurry up هات تعال هنا، ها ركز معي. لما نقول hurry up لحالها هذه معناتها استعجل، ها استعجل او خلصني او اسرع، يلا خلصني مستعجل، ها. ولكن لما بقول in a hurry انا في عجلة من امري، بدي اياك زي الاسد الان قصبا عن شطارك تكتب لي في تعليق قد جبت من خمسة وتقول لي ايش السؤال اللي ضبط فيه. ما تخجلش خليك زي الاسد لانه انت حتتعلم معايا. هذا التمرين قصبا عن شيطان الشياطين بده يعلمك الانجليزي، بس تركز معي العشر دقائق بعطيك اياها الدرس. واذا كنت اسد بتجيب ورقه وقلم تكتب هدول لحالك بعد ما يخلص الدرس، تكتبهم وبتحاول تجاوب فيهم لحالك وبتراجع القواعد المفردات لك اياهم في خلال اقل من 3 شهور. اذا بتتبع معي هدول والله غير الناس اللي حواليك يقول لك مشان الله قلنا كيف تعلمت انجليزي. متفقين؟ مستنيين اللايك ودعوه حلوه، وبدي الكل يكتب لي التعليق قد جب. انتظرون فيديو جديد.